مين تاني ممكن تعمل معاه ثنائي؟ انت عملت طبعا مع تامر حسني ومع احمد امين. مين تاني بقى؟ بصي انا بحب الكيمياء، يعني بحب الكيمياء تتوجد وبعدين نقول نشتغل مع مين. وانا الحمد لله يعني كل الناس اللي اشتغلت معاهم ربنا اوجب ما بيننا كيمياء تخلي ده يصب في مصلحة العمل. فبعتز بكل الناس اللي اشتغلت معاهم وابقى فهمي لي مكان. فين البدلة 2؟ والله احنا كان مشروع المفروض ان هو يتعمل، بس بعد البدلة 1 تامر اتشغل وانا اتشغلت، بس طول الوقت في بيننا اتصالات ان احنا اول ما نبقى فاضيين هنشتغل على طول.